اوكي ناو سابع ليتس موف تو تشيك اب 1 اللي هي عندي بالورك بوك بيج 11. بدي منك سابع نفتح الكتاب مع بعض مس ونكتب الاجابات مع بعض، وراح تكون عباره عن مراجعه شامله للريدنج والجرامر. سو ليتس ستارت وذ ذا ريدنج. يو ريد ا ماجازين ارتكل، وهنا بنحكي احنا عن درسنا القراءه. ناو وات واز ذا تايتل اوف ذا ارتكل، شو كان؟ هلا احنا حكينا مس انه انا درسي عباره عن مقاله تم عملها من قبل اللي هي باتسي باركر اند ويل جونز. بدي اعرف عنوان المقاله، what was the title of the article، وحكينا انه it was the portrait project. طيب number two، what was the full name of the project، هذا البروجكت او المشروع اللي كانوا بيعملوه الطلاب ايش كان اسمه. we said that the name of the project was a portrait of our town، صوره لمدينتنا. now there was an interview between two people، كان في عندي بدرسي مس بالصفحة الثانية في عندي كان مقابلة بين شخصين. now who were they، مين كانوا هدول الأشخاص؟ حكينا إنه it was Patsy Parker اللي هي اللي كانت عاملة المقابلة and Laura who was the first one to volunteer in the project. طيب who was the interviewee، هلأ في عندي مس هنا كلمة جديدة interviewee بمعنى اللي هو الشخص اللي تم عمل المقابلة معه، فهو اللي عادة الشخص اللي بيكون بيجيب على الأسئلة. And here the interviewee was Laura. And who was the interviewer؟ interviewer هو الشخص اللي عمل المقابلة، اللي بيكون عادة دوره بالمقابلة هو إنه يعمل الأسئلة أو إنه بيوجه الأسئلة. And here the interviewer was Patsy. Okay, let's move now to the vocabulary. You have learned 20 words about working in a group project. Look at page 122 in this book. هلا اللي هي مس اللي انا لخصت لك اياها الكلمات بالبوكلت. طيب بدنا نيجي هنا. Is a suffix added to the end of the word or at the beginning of the word؟ شرحنا عن كلمة suffix سابع وحكينا انه امثلة على suffixes اللي موجودة عندي هي ال ing ال ed وال s. سؤالي هنا are the suffixes added to the end of the word or the beginning؟ بنضيف هاي suffixes بنهاية او ببداية الكلمات، وطبعا هنا ما انه حكينا مثال عليها ing ed وغيرها معناته we added to the end of the word. بنضيف دائما suffixes suffixes بنهاية الكلمة بنهاية الروت وورد، وكان في عندي مثال عليها كمان اللي هي T-I-O-N وغيرها. هلأ كل أحرف اللي بضيفها ببداية الكلمات زي مثلا كلمة disappear، this أضفتها لبداية كلمة سميناها prefix، أما الأحرف اللي بضيفها لنهاية الكلمة رح يكون اسمها suffix. Number three, make these verbs into nouns and write the nouns use the suffixes T-I-O-N or meant. فبدي في عندي هنا مجموعة أفعال بدي أحولها لأسماء إما بإضافة T-I-O-N أو بإضافة meant. وحكينا مس إني أنا لازم أحفظ الأفعال اللي بحولها لنون بإضافة T-I-O-N والأفعال اللي بحولها لنون بإضافة M-E-N-T. Let's start with present. هلأ present حكينا اللي هي معناها يعرض، كلمة عرض اللي هي راح تكون عندي presentation. في عندي كلمة excite اللي هي يحمس أو يسبب الحماس، وراح تكون عندي بحالة النون اللي هي excitement. we have argue اللي هي معناها يجادل، بحالة النون راح تكون argument. and we have imagine اللي هي تخيل، بحالة النون راح تكون imagination. طيب let's move to number four. complete these words with sh or ss. وحكينا مس انه تنتين رح ينلفظوا عندي بالدرس بصوت شا. so let's start with a. في عندي كلمة session اللي حكينا انها رح تكون السبيلنج الها بإضافة double s. we have fashion اللي رح تكون بإضافة sh. we have impression رح تكون بإضافة double s. we have mission كمان رح تكون double s. and we have the word cushion رح تكون بإضافة sh. okay now we have the last part which is the grammar. now in the grammar let's read together. now Mayasi is talking about her family. complete the paragraph and use the verbs be, work, live, think and like. مع العلم السابع اني انا ممكن اكرر استخدام الافعال اللي موجودة عندي.
Let's read the paragraph and fill in the blanks. خلينا نعبي الفراغات اللي موجودة عندي. طبعا ما ننسى سابع اني انا وانا بعبي بالفراغات لازم استخدم الزمنين السمبل بريزنت والبريزنت كونتينيوس بتصريفاتهم الصحيحة. Number one, I with my family in the center of the city. بما انها هون حكت لي عن مكان عيشها او عن موقعها وبالتالي راح استخدم اللي هي الفعل live. وهون انا بحكي مس عن حقيقة يعني اشي هو permanent state فاستخدمنا simple present. So I live with my family in the center of the city. My dad an engineer. برضو هون مس في عندي permanent state حكينا الوظائف مكان العيش كلياتها من الحالات اللي بتكون دائمة اللي هي نادرة ما تتعرض للتغيير وبالتالي راح استخدم simple present مع be. حكينا be بالsimple present راح تكون اللي هي is. ما تنسي مس بحالة simple present راح تكون عندي verb to be راح أشوفه بشكل is. Or am. مثال عليها My dad is an engineer. طيب Usually he in the city but right now he in France. نقرأ كمان مرة Usually ما تنسي usually هي من الكيوردز اللي بتدني على simple present وهنا أنا بحكي مس على مكان عمله وبالتالي usually he works in a city وما تنسي إنه أضفنا الاس لأنه كان في عندي subject بحالة المفرد. So usually he works in a city but right now هنا مثل ما حط لي but right now اول شيء في عندي right now هي keyword للpresent continuous وبرضه كان عندي المعنى بده يعطيني temporary state او حاله مؤقته. هو عاده بيشتغل بالمدينه لكن الان فقط بحاله مؤقته رح يكون بيشتغل بفرنسا وبالتالي but right now he is working in France. Okay, now so he not at home. رح يكون عندي الجواب so he is not living at home. ما تنسي مس إنه أنا هون بحكي عن حالة مؤقتة لأنه هو مؤقتا بيشتغل بفرنسا فهو مؤقتا غير متواجد بالمنزل أو ما بيعيش بالمنزل. Okay, his job is interesting. وهنا لما نشوف الأفعال رح أشوف إنه الفعل المناسب هو think إنه هو يعتقد بإنه وظيفته ممتعة. ما تنسي إنه think هي عبارة عن state of verbs وبالتالي state of verb عفوا وبالتالي ممنوع أستخدم معها present continuous فرح أروح للsimple present فرح أحكي he thinks his job is interesting but I not interested in engineering. وهنا رح أستخدم verb to be I am not interested in engineering. I puzzles and quizzes. رح يكون عندي الفعل like هو المناسب so I like puzzles and quizzes. وما تنسي إني هنا ما أضفت S لأنه كان السبجكت عندي هو I. But we both designing things. But we both like designing things. برضو سابع انتبهي إنه الفعل like هو من ال state of verbs وبالتالي يمنع إني أنا أستخدم معه ال ing أو ال continuous tenses. So that was the end of my revision for today, Sabe. I hope everything was clear for you and I wish you the good luck in your exam. Thank you for watching and have a great day.